السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. عواشركم مبروكة، إن شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة وطول العمر يا رب العالمين. إن شاء الله غادي نصاوب معكم البوشنيخة اللي غادي أنديرها أنا إن شاء الله باللوز والجنجلان في هذا الفيديو. هنايا كنحتاجو كما كتشوف معايا، أنا غادي ندير واحد الكمية اللي هي قليلة لان هاد الفيديو كان عندي ديجا من العام اللي فات وما كنتش حطيته، فكان يعني كنت صورته وما حطيتوش لان كنت مسافره، فدرت يعني هاد الكميه الصغيره للاولاد ديالي. هنا كنحتاجو كما قلت لكم اللوز، كذلك الزنجلان، كذلك القرفه والملح والحليب والماء الزهر، كذلك واحد الكاس نتاع الزبده مذابه والخميره الحلويات. بالنسبه للمقادير غادي هنا ندير على حساب نص كيلو، ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير نتاع كيلو. هنايا عندي نصف كيلو نتاع الطحين، غادي ندير شويه نتاع الملح، واحد المعلقه صغيره نتاع القرفه كما كتشوفوا معايا في الصوره. كذلك غادي نديرو البيكنج باودر، غادي نديرو غير واحد معلقه صغيره على حساب 4 غرام، وانا غادي نخلي لكم المقادير نتاع كيلو واحد. كما اللي كيعرف يعني انا العام اللي فات في رمضان يعني النهار الثاني سافرت للمغرب، ف تقريبا درتهم في نهار واحد، لا الشباكيه ولا البوشنيخه ولا اي حاجه، صوبتها لولادي باش ما نخليهمش يعني بلاش. فدرت واحد الكميه اللي هي قليله، يعني درتهم في خطره، فدرت هي كميه نتاع نصف كيلو نصف كيلو. هادشي اللي كاين، فاللي كيتبعني راه عارف بلي رمضان اللي فات دوزت بيه تقريبا 2 نتاع السيمانات في المغرب لان الظروف نتاع الام ديالي الصحيه. فهنا كما شفتوا معايا اخوتي اخواتاتي، درت معلقه نتاع الزنجلان ومعلقه نتاع اللوز. بالنسبه للزنجلان واللوز ما محمرين ما والو، هكذاك مسحتهم و سمحوا لي مسحتهم وطحنتهم هاك خضرين. كذلك زدنا هذيك الزبده المذابه تقريبا واحد الكاس، غادي نرملو الطحين مع الزبده مع النواشف كامله كما تنحصلوا بحال على هذا الشكل. عاد غادي نزيدو هذاك النصف، ماشي نصف كاس، قل من نصف، وكذلك واحد الثلث نتاع ماء الزهر. هنا اللي ما بغاش يدير ماء الزهر وما ما تعجبوش يعني البنه تاع ماء الزهر يدير غير الماء. صافي غادي نخلطوا المكونات تاعنا كما كتشوفوا، ما كيجيش يعني ما كتجيش العجينه رطبه، كتجي بحال هاد الشكل قاصحه. غادي نديو فيها ونجيبوها كشويه حتى تجمع لنا غير ما بين الاصابع ديالنا، يعني ما تسحقش يعني تدلك يعني بزاف. غادي نحطها هنايا فوق سطح العمل، غادي غير نديها وتجيبها يعني باش يعني تكون عجينه يعني متلائمه وصافي. وغادي ان شاء الله غادي نقطعها كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نحطها في البلاستيكات ترتاح شويه كما شفتوا معايا، يعني مقاسها ما كتجيش جاريه، كتجي قاصحه على هذا الشكل بحال شكل بليغات وشكل نتاع الشباكيه حتى هي. فغادي نديرها هنايا في هذه البلاستيكات وغادي نخليها ترتاح غير واحد شويه. وانا في هذه اللحظه راه كنت مشيت ندير عاودك الشباكيه، فخليتها غير شويه. انتم اللي ما كاش عندكم الوقت يعني راه انا نقول الا كان عندكم يعني الوقت راه تقدروا تخليوها حتى الغدا اللي عادوا تصاوبوها، فما غادي تخسر حتى شي حاجه. فانا راه كما قلت لكم ما كاش عندي الوقت، فدرت كلشي في ليله واحده تقريبا، يا درت كلشي وفخليتها غير واحد شويه. ولكن يعني الكميه راه قليله، ماشي كما ما كيكون عندك يعني 2 كيلو 3 كيلو، فتما راه خصك الوقت بزاف وخصك حتى المعاونه. فعلاش انا درت هي كميه صغيره، لان ما انا عارفه ما غاديش تكال بزاف، يعني كما كتعرفوا المعسلات كاملين في رمضان كنبقاو نحطوهم ونرجعوهم يعني فوق الطاوله. ف
يعني درت شوية شوية. يعني الواحد كيدير ضروري في رمضان هاد الأشياء، وخا حتى ما كناكلوهمش يعني كتير. ايه صافي، غادي كما شفتو معايا كنبقاو نسرحو هكا بالدلاك يعني باش يزيدو يرتاحو شوية. صافي، انا غادي نستعن هنايا بالماشينة نتاع الشباكية ولا نتاع سباغيتي، يعني راه عندها عدة استعمالات. فكما شفتو معايا هنا كيبان لكم بحال لي شويه تلصق، ولكن راه حيت سطح العمل عندي رطب بزاف. فانتم الا صارت لكم بحال هكا يعني غير دهنوا شويه نتاع سطح العمل بالطحين، ماشي دريو الطحين، غير دهنوه. فانا ما بغيتش باش ما تجينيش يعني قاصحه. فصافي دوزتها في الماكينه كما كتشوفوا، يعني على حسب الارقام يعني في الماكينه ديالكم. انا يا هنايا يا راه درتها شويه رقيقه، لان هنا عاد غادي نزيد عاودك نديرها في هذيك الجهه نتاع السباغيتي باش غادي تجيني على هذا الشكل باش غادي نصوب بها البوشنيخه. صافي، بالنسبه هنايا اللي ما عندوش يعني اللي يساعدو، راه يبقى يديرها بشويه بشويه، يعني ما يطلقش بزاف، يدير شويه ويولي عاودك. وكذلك سطح العمل الا كان عندكم يعني خاوي وطويل، راه تديروا دقه واحده وتبقاو تقطعوا. الا ما كانش عندكم يعني اتساع، راه تديروه شويه تخدموا وترجعوا عاودكين تصاوبوا في الماشينه وتوليوا عاودك تخدموها مره اخرى. كما شفتوا معايا انا درت هكا طويل باش دقه يعني دغيا دغيا تنسالي. خويت يعني سطح العمل باش يعني دغيا دغيا. وصافي كما شفتوا معايا في اول فيديو راه درت يعني شفتوا معايا درت الضفيره. فهذيك الضفيره يعني كتاخذ شويه تاع الوقت، فانا يعني كنت كنقلب على الوقت يعني في الساعه في الساعه، فدرت بها غير شي كميه قليله، غير شي حبات. وفي الاخير درت هذه الطريقه اللي غادي تشوفوا معايا، اللي هي سهله في الساعه، ما كتاخذش الوقت ودغيا دغيا. كما شفتوا معايا كنشدوه بحال هكا، يعني الاشرطه بحال هكا. شوفوا نتوما الحجم اللي بغيتو يكون غليظ او يكون شويه، هو من الاحسن تجي شويه غليظه، لان كما تعرفوا ان على شكل خيوط يعني خاصها تجي شويه يعني الخيوط كثيره. فغادي نشدو في الراس نتاع هذاك الشريط وغادي نبقاو نقرصو على حسب الحجم اللي نتوما بغيتوه. هكا يعني حجم يعني متوسط، ونبقاو نقرصو ما بين وبين هكذا. وكنجيبو شي قطعه او موس او شي حاجه باش غادي نقطعو ونكملو على هذه الطريقه كما يوضح الفيديو. صافي كما شفتو معايا راه ساهله وكتجي بنينه. وهي بالنسبه للبوشنيخه ما كتبغيش العسل اللي كتكون ثقيله، لان دغيا كتنقرض، ماشي بحال الزلابيه كتشد يعني في هذوك الجعاب يعني كيشدوا العسل. فالبوشنيخه لا، يعني ضروري ما كيكون العسل ماشي ثقيل، او الا كان عندكم يعني عسل ثقيل من الاحسن تدفيه واحد شويه باش يخفف وعاد تديروا فيه البوشنيخه. فكما شفتوا معايا كنشدوا نقرصوا من هنا ومن هنا، وكنشدوا كما نقولوا نشعبشوا ولا نديروا هذيك الاخر باش عطينا داك الفوليوم، عطينا فوليوم تاع يعني اكو فهمتوني شنو بغيت نقول، يعني كتجي منفوخه. فضروري ما نديروا لها هذه الطريقه، وحتى ملي كنكونوا غادي نقليوها نعاودوا نديروا لها باش يعني تبقى في هذاك الفوليوم ديالها. صافي غادي نكملوا على هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. فسمحوا لي الا كان يعني الصوت ما وصلش مزيان، ف كما كتعرفوا يعني الواحد ملي كيكون عيان و تيدير المونتاج ورا الصوت ورا الفيديو كيكون شويه يعني ماشي متناسق مع الفيديو، ولكن سمحوا لي. بالنسبه لهذوك الاشرطه اللي كيشيطونا حتى هما ما تنضيعوهمش، ما غاديش عاد نمشيو نولي ونديروهم عجينه اخرى ونضلو عاوده كنا نديرو فيهم في الدلاك. فكنخليوهم هكذا نديروهم واحد عند واحد ونستعملوهم مره ثانيه بلا ما نضيعوا الوقت.
كما قلت لكم يعني انا اللي هاد السنه ان شاء الله هاد رمضان مازال ما درت فيه حتى شي حاجه. يلا كان وجد هكا المولود الجديد وكان وجدوا هكا الحويجات اللي كيجيو في السبوع وهداك الشيء، فقلت انا رمضان مازال ليه الوقت باقي ان شاء الله يا ربي عاد واحد الشهر وشي جوج سيمانات بحال هكا، فان شاء الله حتى نتفك على خير ونرتاح عاد غادي ندير الحويجات نتاع رمضان ان شاء الله سلو وكذلك زلابية ان شاء الله تهيا، وان شاء الله نشاركها معكم الا ما كانش يعني ما كنتش مضغوطة يعني بالوقت. فيلا درت تقنتها واشياء اللي كنديروهم في الاسبوع. فهاد الشيء اللي كاين يعني رمضان مازال ما وجدت له حتى شي حاجه. ف يعني هاد الشيء راه نتاع العام اللي فات، وكان عندي هاد الفيديو يعني معدل، كان باقي له غير الصوت حيت ما كنتش دايرت له الصوت. قلت انا ما غاديش نحطه تجي الوقت ديالو، يعني ذاك الوقت يعني ما كنتش قاعده باش غادي نحطه، لان السفر ديالي للمغرب وكذلك العمليه اللي كانت دايره الام ديالي، ف ما كتجيك لا تحطي فيديو ولا تفرجي لشي قناه ولا تتبعي شي واحد، فكنت لا غير مع الام ديالي. فبقى عندي هذا الفيديو حتى لهذا رمضان عاد، وكنت كنقلب يعني وصبته، فقلت لي ما لا نحطه. واخا راه مشالي به يعني بزاف تاع اللقطات، ولكن معليش المهم فيه المقادير والطريقه وداك الشيء. فمشات لي غير اللقطه اللي كنت كنديرها في العسل، كنديرو في العسل ودرت عليه الجلجل، فمشات لي ديك اللقطه. فالمهم يعني كل شيء راه موضح. وهنايا كما قلت لكم الضفيره اللي عندها الوقت راه تدير حتى هاد الديزاين تاع الضفيره تيجي حتى هو غزال ويجي زوين، فاللي ما عندهاش الوقت راه تدير هير سامبل. فانا درت بها يعني هير شي حبيبات وصافي، وتا هي يعني راها سهله هير، المهم الوقت وصافي. كنشدو حتى هي كنقرصو في نقرصو يعني في الوبول هكا على حساب الشيء علاش الحجم اللي بغيتو نتوما على هذا الشكل، وصافي. ومن بعد نخليوها واحد شويه يعني تنشف، انا خليتها غير واحد نص ساعه لان ديجا كانت عندي زلابيه حتى هي ناشفه فقليتها، فخليتها هذه البوشنيخه واحد نص ساعه اخرى. ومن بعد هي قليتها غير هو الواحد من الاحسن يعني اذا كانت تبات حتى تنشف مزيان فبالاحسن. كما شفتوا معايا يعني تكون الزيت غزيره كذلك تكون سخونه بزاف، غير مجرد ما كنحطوا البوشنيخه في الزيت كنقصوه على النار كنخليوهاش مجهده، وهي راه ديجا يعني خفيفه في الزيت دغيا دغيا كتقلى وكتنخطف. نحاولوا يعني نديروا الاحتياط ديالنا وكنقلبوا عليها يعني كنحطوا كنقلبوا كتاخذنا هذاك اللون وصافي كنحيدوها لان هي دغيا دغيا كتقلى كما قلت لكم. صافي هنا يكون كما كتشوف معايا انا راه العسل حدايا قريب لي للطنجره نتاع القلي، فالعسل كنت صاوبتها بوحدي يعني عسل نتاع البيت حتى هي راه كاينه في القناه، اللي ما شافهاش ان شاء الله يمشي يشوفها، فراه عسل ناجحه 100%. هي اللي درت بها جميع المعسلات، غير هو كما قلت لكم بالنسبه للبوشنيخه ضروري ما تخفوها شويه دفيوها او تزيدوا فيها واحد الكاس نتاع الماء سخون وكتديروها على النار باش تخفف لكم، او يعني غير دفيوها ومباشره راه دغيا دغيا البوشنيخه كتاخذ العسل، وكذلك ما تاخذش الزيت يعني ما نضلوهاش يعني عاد نديروها تقطر ما كتشدش الزيت بحال الزلابيه او الشباكيه. فصافي غادي نديروها في العسل كما غتبان لكم في الصوره، واخا يعني الطنجره بعيده شويه على الكاميرا ولكن راها قريبه كما كتشوفوا. غير كنحيدو من الطنجره كنديروها في العسل صافي، وكنزينوها بالزنجلان او يعني الا كان عندكم رقائق اللوز يعني نتوما والاختيار ديالكم. فهذه هي البوشنيخه ديالنا تاع اليوم كتجي بنينه
باللوز والجنجنة، كيعطيها واحد البنة وكتجي يعني رطبة وهشيشة. فوالله إلا جات زوينة يعني بزاف، واخا يعني نتاع القلق نتاع خف يعني سربك سربك، ولكن جات زوينة يعني دقتها جات غزال ما شاء الله. ان شاء الله ندير بها حتى هذا العام شوية، وان شاء الله ندير مع بعضنا شباكية ومعسلات كاع ان شاء الله نتاع رمضان، على ربي يدخل علينا بالصحة والسلامة وطول العمر يا رب العالمين. وبهذه المناسبة نقول يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الشهداء ديالنا للأتراك والسوريين، ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة يا رب العالمين. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.